هذا العام قامت مصر متمثلة في البريد المصري باستضافة المعرض العربي للطوابع تحت مظلة أمانة جامعة الدول العربية، وتمت دعوة جميع الدول العربية للمشاركة في هذا المعرض، وطبعا لبيت دعوتنا 7 دول عربية هم ليبيا وموريتانيا وقطر والأردن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. المعرض هو منصة للدول أنها تعرض فيها إصداراتها الفريدة والمتميزة من الطوابع، بنقدر نتيح فيه للمواطنين وللجمهور أنه هو يطلع على إصدارات الدول الأخرى من الطوابع وإصدارات البريد المصري أيضا من الطوابع الفريدة والمتميزة. أهمية المعرض جدا كبيرة، أول شيء لكون سلطنة عمان متواجدة في المعرض، هذا شيء جدا مهم، كون نحن أكثر من 12 دولة تقريبا مشاركة في هذا المعرض، والإقبال كان جدا كبير من الهواة المصريين من جميع الأعمار. نحن شاركنا في هذا المعرض بطوابع تذكارية، يعني فيها نحابين نعرض فيها الجانب الدبلوماسي الثقافي. المعرض كان مميز جدا، كان في كتير إقبال من هواة جمع الطوابع. طبعا احنا كالأردن شاركنا في العديد من الإصدارات المتنوعة المختلفة، الإصدارات السياحية والإصدارات الأثرية واللي بتشمل الفولكلور الأردني والأزياء الأردنية، فكانت مجموعتنا متنوعة والحمد لله كان في إقبال على المعرض، ونشكركم على حسن تنظيم المعرض. هذا المعرض كان مميزا بدقة التنظيم وبدقة الحضور وبالأمن، ولما حضرناه لم نشعر إلا بالتنظيم جيد، وكانت والإقبال طبعا كان جيد لأنه كان نظرنا أن المصريين وأن الدولة المصرية وأن البريد المصري قام بحمل موسع حتى يكون الرواد كثيرين. المعرض كان تنظيم رائع، جمع عدة دول في المعرض العربي للطوابع، وتنظيم كان رائع وإقبال من الهواة وجمهور الطوابع اللي حرصين على مقتنيات الطوابع.